قلنا اذا هو مش جاب جديد. وعلى فكرة بقول ايضا هو انه فيش خروج من النار زي ما بقول المعتزل، فيش خلاص اللي بدخل. طيب هو احنا اصلا اليوم في خلاف بين العلماء منذ القديم لليوم انه حتى الكفار بقائهم في النار يعني الى ما لا نهاية، هاي مختلفين فيها. هو والمعتزلة بدهم يجعلوا الله سبحانه وتعالى رحمته ما بتخرجش حتى المسلم المرتكب لكبيرة. واحد انقتل وهو برتكب كبيرة مثلا ما تبش منها، خلاص يخلد في النار. مسلم موحد 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 لله بيخلد فيها يا سبحان. وين الرحمة؟ طب هو يجزى الإنسان بما يعمل، وما يعمل في النهاية محدود، والعقوبة بدها تكون بالنسبة للمحدود عقوبة غير محدودة. شو هالعدل هذا وشو هالرحمة هاي؟ على عقوبة محدودة، على ذنب محدود، يعني خليه هو هالمسلم هذا عاش 70 سنة وكل يوم كبيرة، كل يوم طيب كل كبيرة إلها يعني ولا ملهاش عذاب محدود؟ في النهاية بده يكون كله إيش؟ محدود. وبعد هيك شو يصير فيه؟ طب ما هو الله وعد اللي بيفعل السيئات بالنار واللي بيفعل الحسنات بالجنة. طيب هاي فعل السيئات ودخل النار، هل كيتوا الحسنات بدهاش جنة؟ طب وهو يعني مين بسبق الثاني، رحمة الله ولا غضبه؟ رحمته اللي بتسبق. طيب نشوف. اولا لاحظوا ما سلككم في سقر، قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين حتى أتانا اليقين فما تنفعهم شفاعة الشافعين. فما تنفعهم مين هم هذول؟ الكفار. وإحنا الآن موضوعنا اليوم المطروح إيش؟ الشفاعة لأهل المعصية من المؤمنين، لأنه العاصي لا يخرج من الإسلام، مرتكب الكبيرة لا يخرج من الإسلام حتى يستحلها. شو يعني يستحلها؟ يعتبرها حلال. لو جينا قلنا له ها انت ارتكبت الكبيرة الفلانية هي حلال؟ هي بقول لك أعوذ بالله شو حلال، لكن احنا بنضعف كبشر، هذا ما استحلها، هذا مسلم والرسول كان يعامله مسلم والصحابة يعامله مسلم، مش هيك مرتكب الكبيرة بيعملوه مسلم؟ تمام، ما هي بدهيات هاي انه مسلم مرتكب الكبيرة. انتو تجعلوه خالد في النار، المسلم المرتكب للكبيرة يخلد في النار. طيب هون فما تنفعهم شفاعة الشافعين. الغريب انه بعض من يزعم انه لاحظوا انه فيش شفاعة بيجيب اي زي هاي، وهاي بتتكلم عن مين؟ تتكلم عن الكفار، واحنا ما مش موضوعنا الكفار اصلا. فيش شفاعة لكافر بحيث يخرج من النار مثلا، فيش، ما بوردش في الدين. هذا واحد. اثنين، احيانا اذا خلينا نيجي للمعتزلة اللي هم اكيد يعني مسلمين صادقين، بس ايش؟ مش كل من صادق يعني اهتدى، يعني مش كل من كان صادق اهتدى، ممكن يضل. وانتوا بالكم بعض الكساوسة والرهبان هذولا اللي بيحبس حاله 30 سنة في غرفة ويتعبد الله، هذا مش صادق؟ حابس نفسه 30-50 سنة، في منهم 50 سنة في بعض الأماكن في غرف بنعرفها في بيت لحم، 30 سنة قسيس في غرفة بخرجش منها. شو بيعمل هذا؟ قال يعبد الله. لا يكون هذا يعني مش صادق مع نفسه، بيكذب عمين هذا حابس نفسه. هم بس هل صحيح هو يعني فاهم صح بسلوك صح الى اخره؟ وممكن من المسلمين برضو ناس يكونوا صادقين، ولكن اللي بيجعل ناس يقفزوا على احاديث متواترة في الشفاعة ويذهب الى الايات يحاول اولها، خلص معناته هذا انحراف، هذا انحراف. بجوز وراءه هالانحراف صدق ما ندري، احنا ما نحاسب الناس، احنا بنناقش الافكار. احنا قلنا اكم صحابي اللي روى الاحاديث الشفاعة؟ اكثر من 20. طب اكم حديث
في الشفاعة متواترات على فكرة، المجموع متواتر، المعنى متواتر. إنه إيش يعني متواتر؟ على مستوى نقل القرآن يعني عن الرسول، ما هو المتواتر نقله عن الرسول قطعي، يعني كأنه الرسول أمامك، كأنه الرسول أمامك، تمام؟ فبالتالي إيش يعني لما ينكر؟ طيب المعتزلة يا أخوي ما انكروش، المعتزلة قالوا لك أنا لا موجود شفاعة، بس هذه مش السيئات، رفع الدرجات، رفع الدرجات. طب ما هو الرسول صلى الله عليه وسلم أصلا في الحديث الصحيح اللي أيضا ممكن يبلغ درجة التواتر، ممكن إنه شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي، شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي، حديث صحيح مش صحيح وأقوى من الصحيح، شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي. وفي الحديث الصحيح دائما بتقولوا أنتوا اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. من يقول هذا مع أيوة مع الأذان لما بسمع النداء بقول هذا، ما هو أنت بتقولوها أنتو لما تسمعوا الأذان، فمن يسمع حلت له شفاعتي، حديث صحيح في البخاري مثلا، هذا واحد من أحاديث حلت له شفاعتي، وكمان يوم القيامة مش بس حلت له شفاعتي، بلاش يقولوا شفاعة في الدنيا لا، ويوم القيامة. والحديث اللي بيقول شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي أيضا شفاعتي يوم القيامة لأهل الكبائر من أمتي، أحاديث صحيحة. هذول اللي بنكروها ليش بنكروها؟ وبنكروها إيش؟ وكأنهم حاقدين على البشر. شو يعني حاقدين على البشر؟ بدهم إياهم في النار خلاص ما يطلعوش، وإحنا استعمل جادل في موضوع الكفار إنه وجودهم إلى ما لا نهاية ولا على، طبعا في خلاف من أصله، تمام؟ وكأنه الله سبحانه وتعالى خالق الناس مش أنا جل يعذبهم كمان، اللي بوحده الله، بوحده الله. طب وإيش يعني يجزى بما يعمل؟ طب عمل وجزنا وبعدها، ما هو جوزي بما عمل وبعدها بعد ما جوزي بما عمل إيش يصير؟ إيش يصير؟ بدهم مش يطلعوه المعتزلة، بدهم مش يطلعوه. واليوم قال بس مشان يبين الواحد فيهم إنه هو يعني عم بيقدم فهم جديد للقرآن، وما هوش جديد، هو انحرافات قديمة، هو انحرافات قديمة. طيب نشوف، طبعا ممكن يكون احيانا التباس في الفهم، في فهم الآيات، التباس في فهم الآيات مش الأحاديث. ليش مش الأحاديث؟ لأن الأحاديث صريحة، الأحاديث صريحة، والالتباس ايش؟ في فهم الآيات اللي إلها علاقة بالشفاعة. اولا انتوا بتقرأوا آية الكرسي كثيرا، ايش فيها آية الكرسي؟ من ذا الذي يشفع عنده الا بإذنه؟ في شفاعة ولا ما فيش؟ من ذا الذي يشفع عنده الا بإذنه؟ طب والملائكة بيشفعوا ولا بيشفعوش؟ وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا الا من بعد ان يأذن الله لمن يشاء ويرضى. بإذن لهم بشفاعة ولا بإذن لهم؟ وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. طيب لاحظوا، وإيش قال عن الملائكة سبحانه وتعالى؟ ولا يشفعون إلا لمن ارتضى، ولا يشفعون عن الملائكة إلا لمن ارتضى، بيشفعوا إذن لمن ارتضى. ولكن جيد انه نعرف، خلينا مسألة هون في موضوع الشفاعة. طب شو هي الشفاعة اصلا؟ شو هي الشفاعة اصلا؟ ايش يعني شفاعة؟ انت واذا بتذكروا هذا فسرناه لما فسرنا فواتح سورة الفجر، والفجر وليال عشر والشفع والوتر. ايش الشفعة؟ عندك فرد تضيف اله، تضيف اله وتضم اله من اجل ايش؟ امر ما، تقوية، فيه تقوية، في اشي بضم له اشي، في اشي الحق فيه اشي بقصد تقويته للوصول الى اشي بنهدفه. يعني ايش بيعني اذا موضوع الشفاعة؟ الشفاعة بيكون في عندك اشي. شو يعني الاشي اللي عندك انت؟ العمل. فيأتي الشفيع
يضيف مشان ايش؟